طلعوا عليهم هدول الثلاثة اللي واقفين ورا. هن الثلاثة نسوان عيلة أختار يلي شايفين حالهم. تعرفوا ليش اجوا اليوم على هذا المشفى؟ مشان هاي البنت يلي واقفة ورا ومتخبية. أمي أمي بكفي هاي بنت عيلة أختار الصغيرة كاينات حامل بولدنا عنا لساتها عزبة. وشوفوا أما اجت لهون تعمل لها إجهاض اليوم وبدون علمة حتى صوروا هذا الشيء. كاينات راحت تعمل إجهاض؟ شو عم تخبص بالحكي خالته حميدة؟ كاينات حامل؟ أمي أنتي كمان روحي نامي، نحن لازم ناخد كاينات لعند الدكتورة. لعند الدكتورة؟ ليه؟ هي غابت عن الوعي ابني، مشان هيك رح أخذها لعند الدكتورة لحتى تفحصها. خطرت لي فكرة، رح روح معكم منشان نعرف شو صاير بالضبط، بدي اطمن عليها. ما فيك، قصدي ما في داعي، مو ضروري تروح أنت. هينا ما حق حيدر، نحن منحل القصة، أنت روح على شغلك. هلأ فهمت، أمي كان بدها تاخد كاينات على المشفى لحالها منشان تعمل عملية إجهاض. خلص خالتي، شوفي هي مشكلة عائلية، ما في داعي تتدخلي، يلي عم تعمليه غلط، لهيك وقفي هالمسخرة. ما رح وقف لحتى تنمسح الأرض بسمعة عائلتكم وتصير صفحة سوداء قدام الكل كمان. رح أعرفكم هلا، هي اللي قدامكم كنت عائلة أختار الصغيرة بتكون، وهي مرته تانية لصهري. وأوعى تفكروا إنها بريئة مثل مبين عليها، لأنه هي مشكلجية كبيرة وشاطرة كتير بعمل المشاكل والفتن بين الناس وتخريب البيوت. أما قصصها يا ربي دخيلك منا، خبيرة باختراع القصص. انتو بتعرفوا شو عملت هينا أختار لحتى خلتها تجي عبيتها وتصير كنتها؟ رح أحكي لكم، رح تنصدموا كتير وقت تعرفوا حقيقتها، ومتأكدة كمان ما في حدا فيكن سمعان فيها. هاي اللي قدامكن غزل رحمن، هي أصلاً هلأ صارت غزل حيدر أختار، كنت عيلة أختار. هاي البنت فاتت على بيت بنتي بصفتها رفيقتها، واليوم طلعت بنتي من بيتها بسببها، وهي صارت ست البيت الجديدة هلأ. فهمتوا علي هلأ شو قصدي؟ يعني هي عضت الإيد يلي طعمتها ودخلت وخربت البيت يلي حماها كمان. وفوق ما بنتي استقبلتها ببيتها، هي راحت وخانتها بنص بيتها. اسمعوني بس شوي، انتي قليلي يا مدام، اذا شي حدا بيفوت على بيتك وبيسرق زوجك منك وبيخرب حياة عيلتك كلها، شو رح يكون موقفك منه؟ هاي البنت خربت لها حياتها لبنتي البريئة ودمرت لها سعادتها، وسرقت زوجها منها تصوره، ودمرت عيلتها ودمرت احلامها كمان، وقلعتها من بيتها. الله لا يسامحها اللي عم تعمله، من وشها مبينة سيئة، عن جد ما بتحترمي حالك.